لان زدت هنا وفي هذا الدرب هذا وفي هذا الدار تقريبا نيت، وباقي كان عندي ذكريات ديال الماضي ديال الجوره اللي وصى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وحنا بقينا نحافظوا على داك الشيء اللي كان بكري، والحمد لله باقي عندنا الناس اللي قدام من دوك السكان ديالنا القدام، وهاد الناس اللي جاوا عندنا جداد، وكنحاولوا نجمعوا ما بين القلوب بعضياتنا وداك الشيء، ونخليوا ديك الروح ديال الجوره والتضامن والوفاء. اولا بعدا كنبداو بالزنقه هي الاولى، كنقيو الزنقه وكنصبغوا الزنقه كامله، والحمد لله حتى كتشبه هاد الفضاء كيما كانت، كنزرعوا شويه ديال الاشجار باش نخليو واحد الخضوريه اللي الانسان بعدا يفيق يشوف شويه ديال الخضوريه. مع جد دابا كيف كنت كتهرب من حي شعبي، كان زنقه 183 ديال الدوره تقريبا الدوره 13، حنا كنحتفلوا سنويا بهذه المناسبه ديال عيد الفطر، والحمد لله هذه ولات دابا تقليد عندنا. الناس تقريبا من بعد الصلاه ديال العيد كتجي الناس كتزور هذا الحي هذا، وكياخذوا فيه صور تذكاريه، وكنستقبلوا لهم التقاليد المغربيه بالتمر والحليب وملذه وطاب من الفطائر، وحنا بقينا محافظين على ديك التقاليد اللي علينا. وحنا عاودنا من بعد كنطلب الله تبارك وتعالى اللي هز علينا هذا الوباء ديال كورونا اللي توقفنا واحد العامين، والحمد لله دابا رجعنا عاوتاني للطبيعه ديالنا واستمرات عاوتاني، وكنطلبوا من الله زعما باش الفرحه وهاد الاجواء تعم قنيطره كامله ولينا المغرب كامل. يعني الكل متطوع، صغار وكبار، عيالات، عندنا رجال، كل شيء تيكون متطوع، كل واحد تياخذ واحد المهمه، اما مثلا سواء انه يصبغ، سواء انه مثلا يرسم. الزنقه ديالنا كامله، العلاقه ديال الافراد ديالنا نقدروا نقولوا عباره عن اسره، هي اسره موحده، اسره كبيره وموحده، يعني الافراد ديالها وكلهم كيبحال شي كامل كيبحال الخوت، يعني ديك الامهات ديالنا كلهم كنقول لهم امهات ديالنا، تسود ما بيناتنا واحد الاحترام وواحد التاخي وواحد المحبه وواحد الوفاء. يوم العيد حيت ملي كنتلاقاو مثلا تيخرجوا الجيران كاملين وكنحتفلوا بهذا النهار السعيد، وتتعم واحد الفرحه كبيره ما بين الجيران الكبار والصغار، سيرتو الاطفال ديالنا اللي كنحسوهم هذيك الحلاوه ديال عيد الفطر. كنتمنى من الاعماق القلب ديالي بان جميع سيرتو الاصدقاء اللي عندنا هنايا في الحي يبقاو يديروا هاد يقوموا بهذا العمل اللي كنقوموا به، وكما كنلاحظوا ان الناس ملي كيكونوا جايين من المصلى تيشوفوا هذه المنظر هذا وكيعجبهم بزاف، هما في حد ذاتهم انهم الفكره كتعجبهم تيقروا انهم في تقريبا في الموسم القادم انهم تم يديروا يقوموا بهذا العمل كيف حالنا. هذه المناسبه ديال رمضان وديال العيد غادي نزينوا شويه الزنقه ونطفوها ونصوبوها، وكتنطلق المسيره من هذا المبدا هذا. كيساهموا المواطنين كيساهموا بهذاك الشيء اللي قسم الله كل واحد والمستطاع ديالو، وكنشرو الصباغه كنشرو المعدات، والدراري كيساهموا حتى هما في اليد العامله، شي كينظف شي كيصبغ شي، وغادي كنتعاونوا بحال هكا. هذا الشيء كنديروا حنا باش تكون منافسه في الزناقي، ماذا بينا يعني يكون القنيطره كلها تمشي على المنوال هذا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.